سيد رئيس الهيئة لو سمحت رجع 8 على 15. أيوة قل لي إحنا طبعا اللوحة دي معبرة جدا عن اللي ممكن نوصل له، مش كده برضه؟ إن شاء الله اللي ممكن نوصل له في الموضوع ده بإذن الله. أنا معرفش اللي أنا هسأله ده يعني إجابته عندك ولا لا. إحنا في الأربع مراحل دول أو الخمس مراحل دول أو الخمس قطاعات دول، مش كده؟ هما أربع مراحل يا فندم. ماشي تمام. إحنا فين منهم؟ إحنا لسه في المرحلة الأولى اللي هي السيليكون المعدني. لسه في المرحلة الأولى. تمام. طيب الثلاث مراحل التانيين دول تفتكر الاستثمارات المطلوبة ليهم كام؟ هو إجمالي الاستثمارات متوقعة 700 مليون دولار. لكل القطاعات؟ لغاية المرحلة الثالثة. طيب أنا بقول بسأل السؤال ده ليه؟ لأن أنا وأنا بتكلم دلوقتي أولاً بقول إيه؟ احنا كنا بنتكلم مع دولة الرئيس وسيد وزير البترول على يعني الهيئة واذا كان لها معوقات بتقابلها او كده، وده امر احنا حريصين على ان ما يبقاش فيه معوقات قدام اي مؤسسة يعني. لكن هرجع هنا للموضوع دوت، لو انت عملت الثلاث او الاربع مراحل اللي انت بتتكلم عليهم دول وبتقول انهم هيكلفوا 700 مليون دولار، ده للتصدير الكتله الغالبه او النسبه الغالبه منهم، مش كده؟ في يعني كفايه يعني انتاج محلي والباقي هيتصدر. ما هو ما انا الانتاج المحلي انا بجيبه دلوقتي من بره. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. فانا سواء صدرته او استخدمت جزء عندي فانا وفرت عمله كنت انا التكلفه الماليه 700 مليون دولار. طب الفوائد للدولار هنا كام؟ بسال سؤال صعب. صح. صعب. انا بسال كده ليه؟ لان احنا يعني وزير قطاع الأعمال موجود ووزير البترول موجود وكلنا موجودين يعني، وبقول السؤال ده أو اللوحة ديت ما كانتش تترجم بالدراسة عندنا نقول هو ده اللي ممكن نطلعه وهو ده اللي احنا بنجيبه. يعني احنا بنجيب بما قيمته كام من الثلاث أربع مراحل دول؟ مثلا 50 مليون دولار، 100 مليون دولار، ما أعرفش. احنا بنجيب 5000 طن سيليكون معدني سنوي. يعني احنا بنتكلم في كله. تمام. مش على ده مش على لو انا النهارده بستورد ثلاث اربع منتجات من اللي موجودين هنا، ده ليهم رقم. بالظبط. مش كده؟ وانت لو انتجتهم في مصر هتوفر الرقم ده وعندك فرصه كمان انك انت تصدر بره. تمام. الرقم ده درس جدوى، مش كده؟ بالظبط. يعني فبقول ده لمين؟ لينا كلنا. وبقول لينا كلنا الكلام ده موجود قبل كده على مدى سنين طويله فاتوا. يعني اللي موجود ده مش سر. اللي موجود ده مش سر. تمام. مش سر. لا ده معروف عندنا ومعروف عندكم كهيئه وعلى الناس المتخصصه في المجال عارفه كويس قوي ده. يعني دي فرصه استثماريه بقولها للصندوق السيادي وبقولها للمستثمرين المصريين وبقولها للقطاع الخاص وبقولها للمستثمرين الاجانب. بقول دي فرصة استثمار جيدة موجودة عندنا. طب بقول كده ليه؟ لأن احنا ممكن كتير يقول لنا النهارده واحنا بنفتتح المشروع ده ما تدوا فرصة للقطاع الخاص يا دكتور مصطفى. يعني يتقال كده. فده محتاج أتصور محتاج ترويج ومحتاج لقاء مع اللي بيشتغلوا في المجالات التعدينية بصفة عامة عشان نقول لهم تعالوا ده في فرص كويسة جدا. الفرص دي هتوفر لمصر سواء كان عوائد مباشره بان احنا بنستورد الكميات دي بالعمله الحره او بان احنا نصدرها ويبقى لينا دخل من التصدير، ثم طبعا بقى العوائد غير المباشره بان احنا بنشغل ناس وبنبقى بنعمل قيمه مضافه بدل ما نطلع اي منتج من ده مره ثانيه يعني نطلعه ماده خام يعني زي ما مش كده؟ تمام. فانا بس بسالك الاول وبقول الكلام ده عشان الواحد ما تفوتش مننا، وبقول اذا كان المطلوب 700 مليون دولار وده رقم مش بسيط يعني، لكن ولو احنا دايما بصينا على ان احنا نقلق من الرقم اللي مطلوب لعمل المصانع ديت او لعمل المشاريع ديت، الاصل في الموضوع عندي ان الاصل خلي بالك في فرق انك انت تعمل صناعات تحويليه انك تجيب خامات من بره وتعملها في مصر وبعدين تستفيد منها او تصدرها.
لكن لو انا عندي كمان الماده الخام دي موجوده في مصر، معناه ان انا يعني جزء كبير من الـ من الـ من الموضوع عندي، وانا بخرجه ماده خام يعني، وما استفدتش منه من المراحل ديت للارقام اللي موجوده قدام مني على اللوحه. بقول تاني، طيب لما احنا خدنا القرار ده من 3 سنين تقريبا وقلنا نتحرك نعمله، يمكن كتير يا دكتور مصطفى واكيد في مستثمرين مصريين موجودين معانا وفي ناس حتى بتشوفنا وبتسمعنا من داخل وخارج مصر، يقول لك ايه؟ ما تدوا فرصه للناس تعمله، مش كده؟ بالظبط. واحنا انا بقول الكلام ده مش يعني مش كلام يعني سياسه، ولا احنا بنتكلم بجد ان احنا محتاجين ده، محتاجين ان كل الفرص اللي موجوده عندنا، وبالمناسبه الفرص مش كتير قوي يعني الفرص اللي موجوده عندنا مش كتير قوي ان احنا نقول عندنا مثلا خامات كثيره جدا جدا مختلفه نقدر نعمل عليها الكتير، لكن على الاقل اللي موجود عندنا ناخد الحد الاقصى بتاعه. نرجع تاني، طب النهارده لما قلنا المصنع ده بقى له 3 سنين بيتعمل، وانا بيتعمل مع مين؟ مع يعني مع شركات اجنبيه، وحتى باسرع وسيله لخروج المشروع للحيز الزمني اللي احنا شغالين فيه. طب ما لو احنا بنتكلم على دول، قلت لي بقى ايه المرحله الثانيه والثالثه والرابعه ان شاء الله عليك خير كده 10 سنين كمان باذن الله. 30. لا ما انا بس استنى، انت مالكش دعوه يعني، انت رئيس هيئه الثروه المعدنيه، انا بتكلم على الاستثمار وعلى الحكومه وعلى احنا كلنا نشتغل في الموضوع دوت، لان قدام ال 700 دول هو رقم كبير صحيح، بس نرده في قد ايه؟ في 3-4 سنين يعني، انا ما اعرفش يعني الرقم اللي هيجي سواء انت بتستورد بيه او انك انت بتصدر بيه هتجيب ال 700 دول في قد ايه؟ باذن الله مع الوضع في الاعتبار. استنى بس يا ياسر، انت مستعجل ليه؟ انا بقول الكلام دوت ليه يا جماعه؟ ما احنا بنطلع نجيب بمليارات الدولارات حاجات اخرى، ففي كتير مننا يقول لك يعني طب يعني هو الرقم ده بسيط؟ الرقم ده مش بسيط، بس كمان ما تنسوش ان احنا بنجيب بارقام كبيره جدا جدا حاجات اخرى زي الاغذيه مثلا. الرقم ده ولا حاجه بالنسبه للي بيدفع الدكتور مصطفى، مش كده؟ ولازم الناس تبقى سامعه ده مني وتعرف ان احنا الرقم 700 مليون دولار اللي ممكن كتير يقول لك ده رقم كبير قوي ان الدوله تدفعه، او حتى في المشروع اللي احنا عملناه النهارده ده رقم كبير قوي ان الدوله تدفعه، بس احنا لو دايما كان المفاضله عندنا ان احنا نقول ده بالدولار وهنجيب الدولار منين، واحنا مش هنتحرك لقدام، احنا ايه مش هنتحرك لقدام. وانا ما ينفعش يعني بالنسبه لامالي، طالما وانا قلت الكلام ده قبل كده كتير، طالما ان انا شايف اللي بجيبه للسوق المصري كام، وده بيبقى التجاره والصناعه مع البنك المركزي مع الماليه يعني مع التجاره والصناعه، مش كده؟ عارفين احنا بنجيب ايه وقيمته او فاتورته علينا كام، واذا كان موجود الكلام ده موجود في مصر، طب انا لو طلعته واشتغلت عليه هشغل ناس وهزود الناتج المحلي يا دكتور مصطفى، وهوفر القيمه دي بعد شويه. هوفر القيمه دي ايه؟ بعد شويه. اللي انا هقوله ليك يا الجيولوجي ياسر، بقى مش هقول المهندس ياسر يعني، انه هل الهيئه بتقوم بدور ترويجي لامكانيات موجوده بالفعل في مصر؟ ومش بس كده، هل الهيئه ممكن تقوم بدور استثماري للخامات اللي موجوده؟ انت تبع وزاره البترول وتبع وزاره الماليه، وزاره الماليه الفلوس، يعني اللي لقاك قرش ياخدك، مش كده؟ مش كده؟ لكن وزاره البترول طبعا عندها يعني كتير، يعني اقصد اقول ان احنا بقول ده الكلام ده لينا حتى الشركه اللي احنا بنفتتحها دي، والكلام ده كل مره بقوله في افتتاح، وبقول للصندوق السيادي، وبقول للبورصه المصريه، وبقول لجهاز الخدمة الوطنية، الحاجات اللي بنفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب، ومتاحة
لان هي تطرح في البورصه. طب ليه؟ عشان ندي فرصه لمواطنينا ان هم يجدوا فرصه للاستثمار في مجالات اخرى عائدها مضمون بنسب كبيره جدا جدا، ويبقى في فرصه ان هم يستفيدوا باموالهم بشكل مختلف يعني. طب للمستثمرين، احنا معاكم بان انتم تيجوا تخشوا وتشتغلوا معانا في الموضوع دوت. طيب تشتغلوا معانا ولا تشتغلوا لوحدكم؟ اللي انتم عايزينه. اللي هو يا دكتور مصطفى عايزين لوحدكم قوي، هنسهل معاكم الامور، وانا بنتهزها فرصه في الافتتاح عشان اتكلم على الحكايه ديت. عايزين تبقوا موجودين معانا قوي من اول الشركه دي، وانا قلت قبل كده الرمال السوداء، قبل كده لما افتتحنا المجمع بتاعها او المصنع بتاعها، كل ما هو متاح، كل ما هو بنعمله متاح لكم، تعالوا. واحنا بنتكلم كلام برضو تاني، هو مش للاستهلاك المحلي يعني. والمشاريع دي مشاريع استثماريه بتجيب عوائد مستقره سواء للسوق المصري او للسوق للخارج وبالعمله الحر. فاحنا بندرس يا ياسر يعني بدون تكليف كده، انا شلت الجيولوجي يعني، لا الاستاذ ياسر يعني، بندرس كويس قوي ازاي نعظم من، وده الحكومه دكتور مصطفى قبل ما نقعد هنا قلنا ازاي نخلي الهيئه المصريه تبقى اكثر يعني فاعليه وحركتها اكثر، عشان موضوع انك انت مقيد قوي بالبيروقراطيه بتاعت انت تبع اني يعني تبع مين؟ تبع الماليه ولا تبع البترول ولا؟ فادرسوها دكتور مصطفى ونشوف بحيث ان احنا نتحرك فيها يعني. الـ 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 هنا يعني مش عايز اتدخل في الموضوع ده، لكن انا ان كان الموضوع ده يعني انتوا عارفين كويس قوي العوائد بتاعت الكلام ده قد ايه، يتعرض عليا عشان ممكن اول ناخد القرار ونطرحه ونقول للمستثمرين المصريين احنا مستعدين نخش نكمل المرحلتين ثلاثه او اللي فاضلين خلال السنه او اتنين اللي جايين كاجراءات، لكن يتعمل المصنع في قد ايه طبعا طبقا لل يعني للشق الفني للشركات اللي هي الاجنبيه اللي بتشتغل معانا في الموضوع. عايز تقول حاجه تاني؟ لا يا فندم، شكرا. متشكرين جدا، متشكرين، شكرا جزيلا.